السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من ذني الأرقام الأربعة اللي تشوفوها أمامكم. اللي ما يقدر يتصل بنا لأي سبب كان، الرقم الأخير الجوال اللي بصفه إشارة الواتساب، تقدرون تدزولنا رسالة على رقم الواتساب المخصص للبرنامج. أتمنى تكون الرسالة مكتوبة، أرجع وأقول مكتوبة، يعني لا رسالة صوتية لا اتصال لا فيديو، لأن كلهم ما نقدر نطلعهم بالبرنامج على رقم الواتساب. نبدأ حلقة اليوم مشاهدينا الكرام، وأول ملف ويانا هو ملف الانتهاكات اللي يتعرض إلها العراقيين بإيران، واللي توصل إلى الخطف والتعذيب وممارسة كافة الأعمال المهينة من أجل الحصول على فدية مالية. وأنه هاي مو المرة الأولى لها الشيء. ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الدولة ومقطع فيديو قالوا أنه لعراقيين مختطفين بإيران. الفيديو يطلعون به مجموعة من الأشخاص مقيدين بالسلاسل الحديدية ويتعرضون إلى شتى أنواع التعذيب بحسب الناشطين، وأنه هذول الأشخاص هم عراقيين مختطفين بإيران ويتم تعذيبهم مقابل طلب فدية مالية. الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هذا هو. دولار اليوم تحولونا من العراق على طهران. اليوم هذا الفيديو اللي انتشر اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي. طلع لنا في مقطع آخر شقيق أحد المخطوفين. هذا الفيديو يطلع لنا بأخ واحد من المخطوفين يتلقى اتصال بمكالمة فيديو من اللي خاطفين أخوه وأصدقائهم، وهم يعذبوه بالفيديو اللي هو دا يشوفه قدام عينه، وأشاروا إلى أن الخاطفين طلبوا فدية توصل إلى 7000 دولار حتى يطلقون سراح أخوه. خلونا نشوف هذا الفيديو. منتظر هم عليش يقتلون بك، مو قلنا لك جايين بالطريق، هم عليش يقتلون. هسه انا من الساعة يوصلون يمي واطلع لاربيل منك، انا خابرك. اي عليش يقتلون بك بعد. قل لا تقتل بي ولا قل لا تقتل بي. على شنو تقتل بي انت؟ على شنو تقتل بي يعني؟ دول الإيرانيين اللي الجيش العراقي كان يبوس برجليهم لما يجون للزيارة، شوفوا فرق المعاملة. طبعا علما أنه 3 عراقيين تعرضوا للاختطاف أثناء سفرهم إلى مدينة مشهد الإيرانية بنهاية العام الماضي، وتمت مطالبة أهاليهم بفدية مالية تقدر ب20,000 دولار مقابل إطلاق سراحهم. تعرضوا هواية من العراقيين بإيران إلى إهانة، ضرب، سرقة، تهديد، بظل صمت حكومي مطبق إزاء هاي الانتهاكات. هذا الفيديو هذا مو أول مرة يطلع، أو ذول العراقيين مو أول عراقيين يتعرضون إلى انتهاك داخل إيران. إيران اللي تصدر لك مختلف المشاكل، إيران اللي العراق يصدر لها الدولار حتى تحارب الحصار اللي عليها،
وهم يصدروا لك الكريستال والمخدرات والإيدز والأكل الفاسد والفساد والميليشيات المسلحة وتدريب تنظيمات إرهابية، ويجون وراها يقولوا لك إحنا جاي نحررك و و و و و و و وهواي أمور. إيران اللي لما يجون يدفرون باب الحدود ويطبون بدون تأشيرة، إيران اللي لما يطبون للحدود ما حد يقدر يحكي وياهم، إيران اللي معمميهم يدخلون إلى العراق وفيديوهات موثقة ونشرناها على صوتكم يهربون مخدرات وما حد يقدر يحكي وياهم، إيران اللي فيديوهات موثقة اللي طلع مصفى بيجي اللي هو أكبر مصفى نفطي بالشرق الأوسط إلها وراها طلعت لنا مسرحية مخجلة معيبة إلى حكومة السوداني وتقول إحنا لقيناه يا مواطن بأربيل اللي لحد الآن أو بكردستان عفواً ما حد يصدق شنو مصفى أكبر مصافي الشرق الأوسط يا مواطن بكردستان. هذا الحال بإيران. أكو مطالبات دعت حكومتي إيران والعراق. أول مطالبة من الناس هي حكومة العراق للدفاع عن العراقيين، وحكومة إيران أن تتدخل لإطلاق سراح الشباب العراقيين المخطوفين بإيران بسبب تكرار حالات الاختطاف، بينما اكتفت وزارة الخارجية بأن تصدر بيان خجول قالت به أن المقاطع يعود تاريخها إلى شهر تموز الماضي، وعلى الناس أنه ما تنجر خلف مواقع التواصل الاجتماعي. ولنفرض أنه الفيديو كان إلى شهر تموز، المواطن اللي بيه عراقي لو هندي، ولو كان كلام الحكومة صحيح بأنه المقطع قبل شهر أو شهرين، ليش الحكومة متكتمة على الموضوع لحد هاي اللحظة؟ ليش ما اتخذت أي إجراء؟ المقطع جديد وانعرضت تكتات الطيران اللي تثبت سفرهم بشهر آب الحالي، وأن الخارجية تكذب لتبيض وجه إيران على حساب المواطن العراقي. خلونا نشوف. أحد إيران واحد عنده مرض هم راح يعالج، طاحوا بيهم فطفوهم وحاليا بيران وجاي يساومون اهلهم، يقول لهم تطونا مبالغ يلا تطلعهم، وكل دقائق يودونهم مقاطع فيديو تعذيب، يعني والله العظيم ما نقدر حتى المقاطع ننشرهم. فاحنا نطالب محافظ البصره ونطالب السفير الايراني بالعراق ونطالب كل مسؤول بالعراق يتدخل اطلاق سراح الشباب، لان اذا ما صار موقف من الباكر احنا راح يكون لنا رد اخر، راح يكون لنا رد اخر يوم غدا وفق القانون وفق الدستور، راح يكون ردنا يوم غدا راح تكون تظاهرات حاشده من كافه ابناء محافظه البصره، واحذر من انذر، دولة ولدنا اتعرضوا للتعذيب تطلعوا منو عذبهم، لان دولة ولد الساده البطال. ناندا دا يناشد المحافظ ودا يناشد حكومة اللي احنا غاسلين ايدينا من عندهم، بس اني مناشدتي مو ذولة، اني اريد اناشد كافة مواطني بلدان الخليج العربي اللي زاروا العراق والبصرة في خليجي 25، واللي شافوا كرم العراقي واللي طلعت فيديوهات كثيرة من عندهم هم عن كرم العراقي في ضيافته الى زوار هذا البلد. أناشدهم إلهم وحكوماتهم أن يتصرفون بموقف حتى يردون مدين، حتى يردون كرم الشعب العراقي تجاههم. أما كحكومة اللي تطلع وتبرر وتقول لك هذا الفيديو قديم مو جديد، حتى لو كان الفيديو قديم أنت ايش سويت؟ أوكي الفيديو قديم، تعالوا نشوف هذا الفيديو ايش راح تقول على الجهات الإعلامية الولائية التابعة للميليشيات الولائية أن ترمي التهمة على أربيل ونشر أخبار كاذبة، وأن حادثة الخطف كانت بأربيل مو بطهران مثل ما قال بالفيديو اللي سمعته أول واحد. لكن ناشطين الدولة وفيديوهات إلى شابين من البصرة اختطفوا وقتلوا في إيران بوقت سابق بإشارة إلى تكرار هاي الحوادث، وأن الحادثة مالت للشباب المختطفين هي مو الأولى. خلونا نسمع. الحادث صار على طريق أهواز شلام شهيج يعني محمرة. نعم. هي أثناء عودتهم راحوا الصبح هم الأهواز، أثناء العودة بالطريق تعرضوا للقتل والتسديب يعني تقريبا نص الطريق 30 أو 40 كيلو عن الأهواز، تعرضوا لهم سيارتين جو، هم سيارة سايقة موجودة يحققون ويانا،
السائق اللي كان وياه اللي جايبهم نعم جايب هم كانوا راجعين للبصرة اي كانوا راجعين اثناء العودة مالتهم نعم. هذا الفيديو يبين لكم أنه هاي الحوادث هي مو أول مرة تتكرر في إيران، وأكو فيديوهات كثيرة عن تعامل ضباط الجوازات بالمطارات، عن تعامل الناس داخل إيران مع العراقيين، وعن انتهاك حقوق العراقيين بهذا البلد اللي يدعي الإسلام واللي يدعي أنه هو والعراق علاقات أشقاء وهم أبعد ما يكون عن ذلك. ففعلياً هم جار السوء إلى البلد. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت عمار البهادلي على فيسبوك يقول الحرية للشباب والخزي والعار للخاطفين الجبناء. أحمد يقول ابن عمي نفس حالة العام هم هيج وقت بنسبة 100% هم نفسهم ذول عصابة والبايعين هم عراقيين هم بايعينهم ليران وهذول عصابات ما حد يقدر يوصل لهم. أبو ضياء المحمداوي يقول أين حقوق الإنسان؟ أين الحكومة؟ وزير الخارجية؟ وين الذيول؟ أشو سكتة؟ هاي إيران وبعد كم أربعينية الإمام الحسين؟ حسبنا حسبي ونعم الوكيل على إيران وذيول الخونة والفاسدين والمرتشين والجبناء. وهاي الرسائل اللي كانت موجودة على صفحة فيسبوك بخصوص انتهاك حقوق العراقيين في إيران واختطافهم وتعذيبهم من أجل الحصول على فدية مالية، واللي يقولون وزارة الخارجية أنه هذا الفيديو بربيل، لكن أنتوا سمعتوا أول مقتطف لما كان يحكي ويا الأهل يحكي بالتليفون قال له تحول دولار اليوم إلى طهران. فما أعرف أكو منطقة بربيل اسمها طهران؟ لو الأرجنتين ما بها طهران، زين عاصمة الأرجنتين شنو؟ بيونس آيرس يمكن؟ عدي من بغداد حياك الله. عدي السلام عليكم حبيبي. عليكم السلام ورحمة الله. تاج راس الله يحفظك حبيبي. الله يسلمك. طبعا أكو ملاحظة كلش لطيفة، الدولة صديقي قبل كم يوم نزل طلع من المطار. إيه. السلام عليكم أخي عزيز الله يحفظك. السلام عليكم أغاتي. عليكم السلام أخويا. السلام عليكم. اي عليكم السلام، صديقك طلع من المطار قبل كم يوم، صديقي دخل المطار من طلع المطار بيده جمطة هو وزوجته ايه طبقت عليه دراجة خفت جمطة وراحت عدى عملية دا سويها في ايران. نعم 37 مليون 37 مليون خذوا من عدة. نعم الو تسمعني حبيبي؟ اسمعك. بدراجة خفت جبته ورا خطية لا جواز ولا فلوس ورجع حافي. نعم أمانك الله طلع من المطار وحيرزق ولد موجود هسه موجود تمام في مدينة صدر بيتهم خطية 37 منهم خطية خطوة بالمطار خطوة من عندها بدراجة تمام وراح قدم شكوى والكاميرات ما طلعوها بالكاميرات لهم اكتروا الدنيا كلها الكاميرات ما طلع عليها قال له شو تسوي لك قدم شكوى ياتهم مركز الشرطة. نعم حاجة احنا شري بالحكومة الإيرانية تراقب هاي المواضيع زيد كاميرات زيد معلومات الاستخبارات القوية لعندكم. نعم ليش العراق من يروح هناك راسين ينباك يعني تصور يعني سواء قلت لك انا افوج حملات يعني تصور اقول الحي سوي جيب داخلي جوه عمود لا ينباك. نعم كنا نسوي لك جيف جوا لو جوا لك جيف سري جوا سروال ضم فلوسك جوا. نعم ضم فلوسك جوا. نعم شكرا. يعني مو طبيعي يعني وصلت الرسالة أخ عدي. شكرا لك أخ عدي. لكن السؤال اللي ينطرح 37 مليون دينار عراقي شو ما أخذنوا يا الإيران ليش ما محولهن ليش ما مسوين وشون طلع هذا المبلغ بالمطار؟ هل مطار بغداد انه كيف الانسان ياخذ وياه فلوس؟ ما اعرف هاي لازم واحد خبير في الامور الماليه وامور الطيران والسفر بالعراق على مود يجاوبنا على هاي التساؤلات. لكن الاخ عدي حاب يقول انه هاي مو اول حادثه حتى عندهم شخص تعرض الى حادثه سرقه فاذا هو متتبع هذا اللي يريد قصده. ابو زينب من النجف حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعني أنا أول بحث طرحت شيء من هذا الموضوع. نعم.
أنه الإنسان العراقي محتقر في داخل بلده ومحتقر في إيران ومحتقر في، يعني قلت لك من يصير أي ضغط شوية من أمريكا بأن تلوح بالعصا الغليظة لإيران، هو راح نتخذ عقوبات ضد إيران، هم يعكسوها على الزوار العراقيين هناك. نعم. يعني ناس مسالمين وناس زوار رايحين يزورون الإمام الرضا، تلزموهم تدبوهم شلاليق وعجول وراجبيات قدام زوجاتهم وبناتهم وكذا. زين، هذا أولا شنو ذنبه؟ ثانيا شنو رد فعل الحكومة العراقية والأحزاب الحاكمة بالعراق؟ نعم. بالله عليك، يعني هاي لو محطوسة الشغلة مع زوار إيرانيين، لو مع واحد شاف قلبه والسماوات والأرض، والدليل أنه مأمنينهم حماية للزائرين من السليمانية إلى الفاو، جميع القوات الأمنية العراقية مأمنية مو للزوار العراقيين، للزوار الإيرانيين. تشوف إحنا إذا إحنا محتقرين مدلين معانين في بلادنا، وإذن بلدك اللي هو محتقرك، يعني تترجى من إيران اللي ساردة علينا الملكة أكلتنا وتذبحنا وتضربنا وتفجرنا وتودينا ودخلنا المخدرات والسوالف القدرة، يعني شو توقع من عدوم؟ ولا تركيا ولا لا، احنا ضحية. والآن آخر خبر اليوم أنه أكو احتمال راح يبنون بصحراء الأنبار مدن إلى الفلسطينيين. يقول لك عليهم أنا الصراع الدائم بين إسرائيليين والفلسطينيين، الرمادي تعادل سوريا ثلث العراق، شيلهم وتقولون أرض، إيه هاي أرض عايشة بالعراق وهم دولة عربية. No. يعني إحنا صرنا حاجة صيد، كانوا يجي يدمر بينا الخارج، يدمر بينا داخل، يدمر بينا. ثم العراق هو لحد الآن محتل حسب قوانين الأمم المتحدة، سواء نحن أو لا، وحماية العراق والعراقيين من واجب أمريكا، مو إلا هذا اللي يخلينا بصراع داخلي وصراع خارجي وسدوا الماي وتركيا تقصف كيفها والعراق تقصف كيفها وكذا، ويحكي لك جماعتنا بالسيادة والمعوية السيادة يا هيبة يا خمجي، قدرتهم بس علينا، وخاصة من بغداد وتنازل البصرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا لك أخ أبو زيدان. نطلع من قضية اختطاف العراقيين في إيران، نروح إلى أزمات البلاد ونبدأ بأزمة المياه والجفاف اللي تعصف بالعراق. يعاني المواطن العراقي من انقطاع مستمر للمياه وتلوثها، وأكو أكثر من مقطع نشرناها عبر برنامج صوتكم نحاول نبين به للمشاهد نوعية المي الواصل للمواطن عبر شبكة الإسالة أو إلى منازلهم. هذا مقطع عندنا موجود حاليا من البصرة، يبين لكم الحال التعبان إلى مي الإسالة اللي واصل لهم في منطقة الأصمع الجديد واللي يوصل إلى بيوت المواطنين بالشبكة. خلونا نشوف. من أساسيات اللي تعلمناها بالمدارس وإحنا صغار عن المي أنه لا طعم ولا لون ولا رائحة إليه، المي شفاف أبيض. لكن المي اللي دنشوفه ورانا بالبصرة هو مو شفاف وبيلون، وهذا بالتأكيد بيطعم إذا قدر واحد يذوقه، وبالتأكيد بيرائحة سيان وسلابيح ودود وغيرها 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 بمي شبكة الإسالة. كانت ببيوتنا قبل بالحدائق عندنا بوري برا ما المي خابط نسقي بيه الحديقة، هم يوصل المي الخابط اللي كان يوصلنا للبيوت بالسوق. هذا اللي دنشوفه هنا، هذا مو مي خابط، هذا شافط.
فالسؤال اللي ينطرح محطة التحلية شنو دورها بالبصرة؟ نطلع من البصرة نروح إلى النجف تحديدا شرق الكوفة وبناحية العباسية. 10 سنوات، 10 سنوات هو عمر الوعود الحكومية اللي ما وفت بيها أنه تمد أنبوب للمي طوله 750 متر فقط. تعالوا سمعوا. هاي منطقة شبسة أبو غرب، يعني نهاية أبو غرب. هاي المنطقة صار لها 10 سنوات تعاني من شح المياه الصالحة للشرب. 750 متر بوري ما عرفتوا توصلوه بعشر سنوات، وتردون ترجعون المجلس محافظة وبحجة الانتخاب وبحجة خدمة الناس. 10 سنوات بوري 750 متر بهاي المنطقة بشبسة أبو غرب ما عرفتوا توصلوها، وظل الناس هنا عايشة على التناكر مال البلد مال مديرية المي. استحوا على نفسكم، خجلوا، خدموا الناس بشكل صحيح. الناس لما شافت هاي الفيديوهات عن شبكة الإسالة وعن الوعود الحكومية وعن أزمة المياه علقت على هذا الموضوع من فيسبوك. راضي موسى يقول والله أنا بنفس المنطقة، هذا حال المي كل سنة بالصيف. هدير فعلا ماء الإسالة تحول إلى ماء الصرف الصحي. مالك المالكي 20 سنة فقط نهب وسلب ومقاولات فاسدة ونفاق، ماء صالح للشرب لا يوجد. أما سمير الشمخاني يقول المصيبة يركبون عدادات للبيوت حتى تدفع شهريا مقابل هذا المي. فوالله العظيم هي مصيبة، مي غير صالح للاستخدام البشري وانت تدفع له فلوس. الدولة ما مشغلة عليه محطة تحلية حتى توصل لك اياه بصورة صحيحة ويكون صالح للاستخدام البشري وانت تدفع عليه فلوس. مي ما تقدر لا تغسل وجهك ولا ايدك لانه المي لازم نظيف، فشي ينظف ايدك، فانت بهالميكروبات والفيروسات اللي موجودة بيه شي ينظف، هذا يزيد ما ينظف. ما تقدر تستخدمه لا باكل ولا بشاي ولا بطبخ ولا باي شيء وتدفع عليه فلوس. مي ما تقدر تغسل بيه سيارتك لانه الرمل اللي موجود بهذا المي يخدش الصبغ ما سيارتك وانت تدفع عليه فلوس. فنعم هاي هي المصيبة. من ملف أزمة المي نوديكم إلى أزمة ثانية هي الكهرباء، واللي عاني العراقي من سنوات من هاي الأزمة اللي ما بها أي حل. مواطن من منطقة الشعلة بغداد اشتكي من رداءة منظومة الكهرباء بالمنطقة وقلة تجهيز الكهرباء الوطنية، يعني ساعات التجهيز، لأنه إذا جتي تبدي مشاكل شبكة الكهرباء أما بتقطع الأسلاك أو انفجار محولات الكهرباء بسبب الحمل الزايد وعدم الصيانة. خلونا نشوف. يسوونها الصبح طيح الظهر، هاي 3 أسلاك يلقى طيحة ثلاث بها وطنية، يمكن أشوفوا يا كهرباء الشالة هسه تخابرهم 50 مرة يقول لك إيه هسه، يا بتقول له إزالة خطر تقول لا سلك باقي الاثنين، يقول له إزالة خطر يقول لك إيش يسوي لك العمال ما موجودين، هاي العالم كلها مهيونة وكاتل الحار. شوف هذا وين طايح، هذا طايح باقي معلق على النص فوق الناس، شوف هذول لا يقدرون يطلعون. تضطر تصور وتشتكي ما في غيرها يعني. شوف هاي المحاولة. تعرفون هاي اذا مطرت الدنيا والوايرات هيك بالقاع شي يصير من كوارث بالدنيا وش قد يموتون. واكو شغله بالفيديو قال احنا نخابر اكثر من مره يقولوا لنا ماكو موظفين او العامل ما موجود. يلا عيني وزاره الكهرباء العراق بهوايه بطاله، شغله ناس وخصوصا المهندسين وخريجين قسم الكهرباء وهندسه الكهربائيه او الهندسه الكهربائيه حتى تخلصون من هاي الحاله. هذا الفيديو همين ببغداد، هذا المواطن ده يحتفل ده يشمر شوكليته ونساتل. ليش؟ لأنه بدلوا الكيبل مال الكهرباء الوطنية لأنه دائما ينقطع وسخر من صيانة الكهرباء اللي تتعرض دائما إلى انقطاع مستمر بأسلاكها. خلونا نسمع. تبديل الكيبل الكهرباء الرئيسي أبو عباس، أبو عباس التشوافية بإنجاز الكيبل بين يوم ويوم ينقطع. شارع شيخ الزرقاء عباس شنو البيت الوين؟ شيخ
هذا الحال بالعراق. الشيء اللي المفروض انت ما تداعي به هم يداعون به ويفرحون يطشون شوكليت. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت، ومن فيسبوك صباح احمد يقول مع الاسف ابسط الخدمات صارت حسره على المواطن ومعجزه تعتبر. حسين الزيد يقول الله اكبر وين وصلت البلد، مواطن يحلم بكيبل كهرباء بالسودان والصومال والحبشه، ماكو هيج، هذا العراق العظيم. واحمد عباس يقول اكبر احلامنا صارت كهرباء تستمر طوال اليوم. مهند علي مبروك على شنو، مع الاسف والله حال المواطن العراقي اللي يتحسر على اشياء هي استحقاقه. نعم هاي الاشياء اللي المواطن دا يتحسر عليها ودا يفرح بها، تبليط، كهرباء، مجاري، مي، هاي حقوقك اللي المفروض انت ما تفكر بها نهائيا، لكن خلوك تفكر بها غصبا ما عليك مع الاسف. مصطفى من بغداد حياك الله. السلام عليكم حبيبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تاج راسي. سلم لي راسك. يرحم والديك مداخلة، يرحم والديك. تفضل. يرحم والديك، فكر من خلال قناتك الشريفة وكلامك الطيب. عمو تعدي سلم الرواتب الوظيفي مال الحرفيين. سلم الرواتب مال الحرفيين. الله يرحم والديك، يعني النائب ياخذ 20 مليون 30 مليون ويطلع فلل ويطلع خارج العراق، والحرف ياخذ 170 ألف 180 ألف. حرفي وين تشتغل حضرتك؟ هي وزارة، كل الوزارات احنا ما نبي نجيب الوزارة، احنا لما نقول حال هو حرفي بعد هو ما عنده شهادة. نعم. إلى أمارة بغداد غير وزارة مثلا وزارة التعديل. تمام. بس أخ مصطفى يعني أنت قلت راتب 170 ألف هذا تستلمه لو أكو استقطاعات عليه. حج بأمانة بغ، حج هي مو استقطاعات، هو حرفي تلقى درجة 10 درجة 8 درجة 7 هو حرفي. عنده شهادة ابتدائية يرحم والديك. الحرفي مثل النواب ياخذ له تقريبا مليونين 2.4. زين. زين. احتياجي ماخذ ستة مال الزواج، وش راتبك الحرفي ما عنده شهادة؟ نعم. وروح اسأل عمارة بغداد، عمارة بغداد 170 ألف دينار، رحمة الله على والديك. بالله عليك اسمه النواب يقبل ابنه 170 يقضي بيها يروح المدرسة؟ نعم. هل شويه ضماير مو شويه تتحرك بس النواب يقول بكر عندهم ضماير يتحركون شويه. قطيه والله جريمه والتق بالحسين. هل شويه ضمايرهم يقول انا عندي ضمير، عندي ناس يا عالم شعب العراق كثير الجوع. شويه تحركوا ضمايركم حركوها، خافوا الله شويه. نعم. رح نطلع على والديك، فكر صوتهم في الخلاطة ودك تطيب. ان شاء الله، ان شاء الله اخ مصطفى. عم العالم ملك مباهرات، عم يشتكي من رب العالمين، العالم حتى حتنتحر مما سبب الفقر. نعم. نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك اخ مصطفى، وان شاء الله سمعوك ونعم. يعني 170 ألف دينار إلى حرفي أو عامل أو 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 عامل ببلدية أو عامل بأمانة أو عامل بمكان، شو تسوي لل 170 ألف؟ 170 ألف إذا ردنا نقيس سعرها بسعر الصرف بالسوق، ما لنا علاقة بالدولة ايش قد تاخذ، بالسوق اللي دا يصرف 160 و165 يعني 100 دولار بالشهر. يعني راتبه السنوي كله على بعضه 1200 دولار. بالسنة كلها 365 يوم إذا ما صارت عليه استقطاعات وغيرها ياخذ 1200 دولار. روحوا قوسوا لي كل حدود خط الفقر بكل العالم بأرخص بلد. شوفوا هذا الراتب اللي أحد يوصل. هذا لا واصل حد خط الفقر ولا تحت الفقر ولا تحت الصفر ولا كل شيء، هذا معدوم. اللي المفروض هذا راتب شهر واحد ببلد مثل العراق اللي ميزانيته الانفجارية واللي معتمد على النفط واللي بيه ثاني أكبر احتياطي نفطي بالعالم واللي بيه هاي المليارات والفلوس واللي هو يشوف غيره متنعم هو ما قادر يتنعم بكهرباء ومي وغيرها وغيرها وغيرها. 170 ألف دينار إذا متزوج إيش راح تجيب له إلا والمرته، وإذا مخلف فإيش راح تجيب له إلا والمرته وولده. 170 ألف دينار يذبهن إيجار لو يذبهن أكل وشرب. تعديل سلم الرواتب الناس هواية حكت عليها، مو بس الحرفيين، مو بس العمال، مو بس المتقاعدين، مو بس الرعاية الاجتماعية، كل العراق أكو بيه ظلم بسلم الرواتب. برلماني
يأخذ مليارات أو ملايين الدنانير إضافة إلى المخصصات والخطورة والسفر والحمايات وغيرها 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 وغيرها، ويتنعم براتب تقاعد وراء 4 سنوات اللي مخالف إلى قانون التقاعد آلاف الدولارات، والمواطن العراقي حش السامع بالضيم. ياسين من صلاح الدين حياك الله. شلونك استاذنا العزيز؟ هلا بيك يا الغالي. ممكن مداخلة؟ تفضل اخوي عاد تعال هوا. استاذنا العزيز، بخصوص هالبلد هذا اللي صار له يجي 20 سنة لا كهرباء لا ماي لا خدمات لا بنى تحتية، كل شيء ماكو. شنو اللي يعني هالحكومة شنو اللي تريد توصل له؟ لوين تريد توصل؟ يعني ما كافي؟ ما يشوفون العالم ايش صار بيها؟ ما يشوفون العالم لوين وصلت؟ العالم قامت تشحت بالشوارع، مو عيب مو خزي. ما يستحون على انفسهم، واحدهم يستلم ملايين الدولارات اللي يستلموهم شعارات الظلم. يعني الى متى؟ الى متى؟ نشوفهم بالشوارع العالم الفقر والمرض والحاجة ومن كل شيء. نعم. يعني شنو اللي يعني هسه الموجودين بالطبقة السياسية من صار لهم 20 سنة شنو اللي يريدوا؟ نعم. هسه عرفت هذا الرجل المداخلة اللي يقول أنا استلم 170 أو 180 أو 200 ألف أو 300 ألف، شو تسوي له على الأسعار العالية والإيجارات وكل شيء ماكو؟ شنو المفروض انها الحكومة؟ يعني الى متى يا استاذ؟ يعني ما يرحم كل شيء الا مظاهرة والا مطالبة والا مناشدة والا تصير بجهود فلان وفلان وفلان. ليش جهود فلان وفلان وفلان؟ هو انت من رشحت الانتخابات حتى تخدم الناس. هذا كلامكم انتم قبل الانتخابات، كلام اللي يجي يرشح. كلامك انت قبل الانتخابات جاي حتى اخدمك، شو بعد الانتخابات يختلف حجيت. والله يا عمي بلد من سيء إلى أسوأ، والخطية العالم الكاتلة الفقر وكاتلة التعب، لا كهرباء لا مي لا خدمات لا من كل شيء ماكو، لا بنى تحتية وإلى الهاوية. والله نعم. نعم شكرا شكرا لك أخي ياسين. لاحظتم مشاهدينا برنامج صوتكم، أزمة مي أزمة كهرباء، وهسه راح نحكيكم عن أزمة جديدة من أزمات العراق، أو أزمة ثانية من أزمات العراق لأن هي مو جديدة. أزمة شح الوقود اللي تستمر بالمحافظات العراقية واصطفاف السيارات بطوابير طويلة حتى يحصلون على غاز أو بنزين. مقطع مصور من مدينة الناصرية بمحافظة ذيقار يظهر معاناة المواطن أمام إحدى محطات تعبئة الوقود واللي واقفين بها السيارات سراوات طويلة قدام البنزينخانة ومن ساعات الفجر حتى يحصلون على وقود. خلونا نشوف. السلام عليكم. هاي رسالة نوجهها لرئيس الوزراء، ما نوجهها لمحافظة الناصرية. يعني الناصرية كهرباء ما بيها، ماي ما بيها، بنزين هذا سرق. عم من يمتى انتم؟ من الصبح للثلاثة الصبح. هاي بالشطرة والله مليانة، ما نعرف. يا رئيس الوزراء شكل لجنة بالناصرية، تعزور الناصرية، محافظ نايم تروح له ما تلقاه. تعال شوف الناصرية كهرباء ما عندنا، ودرجة الحرارة الأول بالعالم، وماي ما عندنا، وهذا حال البنزين، والسوق كله غلاء. تعال عمي، هاي النواب ما تشتغل والمسؤولين ما تشتغل، وهذا حال الناس. شوف الأزمة مليانة بالعباس، مليانة هاي الأزمة بس الناصرية. شنو السبب؟ وهسه زيارة، هاي رسالة رئاسة الوزراء، المكتب رئاسة الوزراء، إذا بكم شريف شوفوا لنا حل الأزمة البنزين للماي للكهرباء، درجة الحرارة 51 والسوق نار، وهذا الوضع قدامك. مقصودة بس الناس. هاي عم مقصودة هاي السالفة. نتلاذى الصبح لازم أسر العالم وشوف السرق. محافظات كلها بيها بنزين. هاي رسالة المكتب رئيس الوزراء والرئيس الوزراء محمد شجاع السوداني. شوف إن حل للناصرية، الناصرية فوضى عارمة وفرهود. هذا الحال بالناصرية. هذا الفيديو همنا بالناصرية. ناشط تحدث من الناصرية بقضاء النصر بحرقة على ما يصير بالبلد من أزمات وتتكرر دائما وتتعدد هاي الأزمات بالناصرية وباقي مدن العراق، واللي مدى تخلص ولا أزمة، والمواطن العراقي دي يحسب أزمة وراء أزمة وراء أزمة وراء أزمة وراء أزمة، وهو المتضرر الوحيد. خلونا نسمع. الأزمات بالناصرية
مصيبة البنزين يعني أزمة ببلد النفوط بلد الخير بنزين خانة سرع عليها وصايرت شوبا هاي الوحيدة اللي بالنصر احنا بالنصر ما عندنا بنزين عندنا بنزين خانة وما يطون بنزين كل ثلاثة أيام يطيل درب ليش بس النصر مصخب شو مسوي عمي ناشيد استاذ غاسل مدير المنتوجات سيد حسين ماشيين عليكم على ابن ابي طالب عندكم عداوه ويا النصر عندكم عداوه ويا النصر انتم والقران نقطع الشارع ما نخلي لنا سياره مال بنزين التمرق منا يوم النصر قضاء كامل انطي يوميه سياره ما تكفي هاي مشاكل وطرايب وحرك بوكسات وبالسلاح ليش يا عمي بنزين بلد الخير بالقران لا تقولون ما عندنا بالقران عندكم مخزون بالقران بالفرقان عندكم مخزون هذا الحال بالناصرية أما البصرة عندنا فيديو راح تشوفون بيه سراوات طويلة إلى السيارات قدام وحدة من محطات تعبئة والتزود بالوقود بسبب أزمة الوقود اللي تعانيها محافظة البصرة خلونا نشوف هاي البصرة اللي بيها اتفاقية بترودولار أنا خايف لا ترجعوا لنا سالفة الفردي والزوجي خايف لا باكر عقبة والله إذا تريد تجيبها لازم تشوف رقم سيارتك فردي لو زوجي على مود تقدر تعبي هذا اللي إحنا شفناه وراء الحرب والعالم تتذكرها قضية الفردي والزوجي وشون أنت وأكو ناس اشترت سيارتين يعني واحدة فردي واحدة زوجي حتى يقدر يروح يفول بنزين هنا فيديو إلى سواق الباصات والشاحنات اللي احتجوا على نقص الوقود الحاصل واعتبروه أمر غير مبرر وماكو أزمة أصلاً وماكو سبب لحصول هاي الأزمة واعتبروها أمر مقصود ويضطرهم لشراء الوقود من السوق السوداء خلونا نشوف هاي المعاناة تفسه سالفة الكاس احنا سواق الباصات جاي نشتري كله تجاري وهسه بعد العبرية ظلة شوفها ظلة بالقرات وهاي السيارات كلها صورها سيارات كلها سدينا في بعض لان ما عدنا نشتري كاس تجاري كل سنه جاي هاي المعاناه نعاني من عندها خليجي 25 من صار هنا الكاس ظل بالشارع ليش يوم الحسين الكاس انقطع هاي زوار ابو عبد الله ليش ظل بالشارع ليش التجاري موجود ومن نروح على كاس يقول لك ماكو الله يقبل فاحنا مناشده نصحت احنا اليوم ما راح نحمل ما حد يحمل باب الجراج انشد لان ما عنده سياره تحمل بلد العراق اللي بي اكبر او ثاني اكبر احتياطي نفطي بالعالم بازمه وقود ما شاء الله محمد معلق على فيسبوك طبعا جاي يدزون مساعدات الدول الجوار ودولته محتاجه للاسف غازي ابو علي مع كل الاسف هاي حال اهل البصره ام النفط ومحامي حيدر العيداني يقول خلق ازمات واشغال المواطن وفكره بهذه المواضيع صباح جوده يقول ازمه الوقود والكهرباء مثل اشاره المرور صارت كل شويه تطفى وتشتغل يعني مثل ترافيك لايت مره احمر مره اخضر مره اصفر فالناس ضايجه من هذا الموضوع ابو علي من الديوانيه حياك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابو علي من محافظه الديوانيه من المحافظه العامية والنعم منك من اهالي الديوانيه ومنطقتكم لا والله محافظه عامية هاي من دون المحافظات محافظه عامية نعم جوعت اهلها دمرت اهلها لا يجيبوا لهم محافظه يحطونها بيها حرب نعم الناس هاجلت هزايا للشرب ما تزرع شرب فوق ما تزرع شرب دار يقصون الكهرباء عليها تعرف الى مليونين ثلاثه يعني عافة الوادي ما راضيها زين هي هجره جماعيه راح تصير هم على الدوله نعم زين انت محافظ الديوانيه ذاك الاولي باق له مليارات بال 100 مليار وشلت لا محاسب ولا محاسب عليه جبتوا لنا واحد اصلا حتى لا شايفينه ولا واحد يعرفنا للديوانيه نعم هاي محافظة عمية محافظة عمية وحتى أهلها عميان
لا حجام حقي يعني احنا لا والله حامي احنا هاي كردستان بصفنا هاي الاكراد بصفنا ذيك المحافظات الكهرباء والماء يعني هاي بعد سنتين سالم تاجر الوادم نعم تاجر والله تاجر يعني لا ماء لا كهرباء الجبايات غالية يعني هاي متحمدة على الديوانية نعم يعني لا شدريت وزراء جيب لنا قائد عسكري حطه بالديوانية خليها تتحرك ويا المحافظات هسه يطلعون هذا محافظ لنا ويفتر بالشوارع الرجال يبونا محافظ يعرف حاسب قيمة الجوعان بالديوانية ما تجيبونا الشيخ وتحطونه لا تجيبونا من الأحزاب بتحطونه بس يظل يبوه حطونا الإنسان عملي إنسان يحس بالناس الجوعانة والتعبانة إنسان كل قريب على المجتمع الديوانية ما حاطينا الشيخ بالديوانية احنا ما عندنا عشائر إن أنا عندنا المحافظة تصير خدمية بخدمة الشعب مو الشعب اللي بخدمتها بس يبغى يقول بفلوسها نعم يعني والله ما صارها بكل المحافظات نعم يعني محافظة حمية أهل عميان المثقفين الديوانية الديوانية تحركوا شنو كل يوم جايب لنا واحد أصم بفلوس أنا رئيس وزراء والله الديوانية تهدينا بالأخص خلناها يتغمر نعم تدمرنا شكراً, شكرا شكرا لك أبو علي وأعتذر إذا الصوت قام يقطع بالنهاية أكيد هاي واحدة من مشاكل العراق الاتصالات التعبانة أنت ترى وصلنا عليها رسالة تقول لليوم الثاني أكو اعتصام إلى عدد من قراء المقاييس وعدادات الكهرباء في وزارة الكهرباء بابل عن العمل بسبب عدم شمولهم بالتثبيت على الملاك الدائم وراء إقرار الموازنة واللي أكدوا المعتصمين اللي راح تشوفوهم وتسمعوهم أنه من أشهر ما تقاضوا رواتبهم وتم تبليغهم أنهم مشمولين بالتعيينات الجديدة لكن تفاجأوا أنهم مبعدين عن العمل وعدم شمولهم وطالبوا الجهات المعنية إنصافهم وأكدوا استمرار اعتصامهم حتى يتم الاستجابة لهم خلونا نشوف مستمرين قراء مقاييس في محافظة بابل قطاع المسيب مستمرين بالإضراب لحين تحقيق المطالب مطالبنا هي أولا أنه يجددون العقد زادا التثبيت صار شهرين إحنا بدون رواتب وللعلم إحنا صار لنا دوام 5 سنوات لحد الآن ما مستلمين مستحقاتنا لا من شنا بأجر استلمنا مستحقاتنا ولا من حولونا عقود وهي من قطع الراتب ونريد نعرف مصيرنا شنو أنه أنا صار لي هاي شهرين ما أعرف مصيري رواتب ماكو من قطعة ولا تثبيت مع العلم إحنا ضافنا بالموازنة وضافنا بالموازنة بس رفضت طلبنا من قبل وزارة المالية رفضتها ستطيف سامر رفضت الكتاب مالتنا شنو الفيلم ما أعرف إحنا نطالب بالتثبيت نريد الرواتب مالتنا صارنا شهرين بدون راتب وجاي نطلع بالحرب هذا الحرب بالشمس الصبح والظهر والعصر نجبي وما حد بحالنا لا حد يجي يسألك ولا إيش عندك ولا ما عندك ما حد بحالنا بس يدور من عندنا فلوس وهاي الوضعية وإحنا كلياتنا أصحاب عوائل ومتأذين كفيلك الله الساد وصارنا شهرين وراح يصير الشهر الثالث بدون راتب منو يقبلها الله محمد علي هاي الوضعية تعبانة حيل وهاي مستمرين بالإضراب حتى تحقيق المطالب إحنا قراء مقاييس قطاع بابل نطالب تثبيت نطالب رواتب نطالب حالنا حال أي موظف ثاني بأي وزارة منتسب بأي وزارة بهاي الدولة أولي عليش طيف سامي وزارة المالية هاي مو وزارة مالية هاي وزارة البطالة لأنه هي دا تهجر الناس من العمل تشتغل بدون رواتب أهلا وسهلا تريد راتب روح اطلع الله وياك قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب ورا ما طلع واللي يدعي انه هو او هم العصائب ومجموعتهم هم فصيل من فصائل المقاومة واللي شغلهم الوحيد هو اخراج المحتل حسب ادعاءاتهم طلع لنا وحكى عن سوء فهم الشعب لوجود ارتال امريكية بالعراق وطائرات وطيران مكثف واللي هم لا هم ارتال ولا هم شيء هم عبارة عن شيء صغير صار في العراق وتحرك بسيط وصار أكو تضخيم لهاي القضية وأنه الناس فهموها لكن مو لهالدرجة من الأهمية فكانت أكو تساؤلات وين راحت المقاومة؟ وين راحت شعاراتكم؟ وتفاعلوا الناشطين والمغردين على وسم أمين السفارة واللي قصدون به قيس الخزعلي أبو سجاد الشريخي على أكس
تويتر سابقا غرد: المقاومة الرومانسية هي مقاومة فصائل المسلحة التي كانت تدعي مقاومتها للاحتلال. اليوم نشاهدهم مقاولين في الجادرية وفي بيجي وغيرها من المناطق التي تمت سيطرتهم عليها بقوة السلاح والنفوذ. الهاشمي: الشيخ الخائن يقر بوجود تحرك للقوات الأمريكية، لكن يقول أنه هذا الشيء بعلمه وراضي عنه، والوضع مزدهر والدنيا ربيع والقوي بديع. نور الخزاع يقول: والله عار عليك يا شيخ الديول أن تفتخر بعلاقاتكم الطيبة مع أمريكا وتنكر تحركات أمريكا داخل العراق. حسين عبد الرضا العراقي يقول: قيقو المنافق يدعى المقاومة، والآن ظهر على حقيقته أنه عميل مزدوج إيراني متأمرك. هاي التغريدة وغيرها كانت على هاشتاغ أمين السفارة. بالنسبة إلى رسائل الواتساب، وصلتني رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أفل، والله الشعب ميت من الجوع والعطش والفقر والأزمات، والمتنعم بأموال الشعب هم الطبقة السياسية وأحزابهم. أما المواطن البسيط فهو مسحوق وما يقدر يحكي، لأن الميليشيات تخطفه وتقتله. الفقراء مستعدين يتحالفون مع إبليس في سبيل تخلصهم من هذول المجرمين. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، أزمات العراق كثيرة، وفي كل يوم تزداد أزمات العراق سوءا، وتضاف إلى هاي الأزمات أزمة لخ. فأنتوا تعالوا قيسوا العراق من كهرباء إلى ماء إلى نفط إلى غاز إلى واية أمور أنت عندك بها أزمات. العراق هو البلد الوحيد اللي عنده أزمات بالحقوق اللي المواطن لازم يستحقها، عند البلد الوحيد اللي عنده أزمات بعمل الحكومة اللي المفروض هي تأديه، البلد الوحيد اللي بيه حكومة تدعي انه هي حكومه لكن ما تشتغل، وبي شعب يدعي انه هو مرتاح لكن هو ما مرتاح، وبي فلوس لكن الشعب ما شايفها طالعه مسافره برا تتونس. نلتقيكم على خير ان شاء الله بحلقه جديده من برنامج صوتكم باذن الله يوم الجمعه. في امان الله.